لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال ابن كثير رحمه الله: هذه بشارة من الملائكة لمريم عليها الصلاة ولمريم عليها السلام بأنه سيولد منها ولد عظيم له شأن كبير. قال الله تعالى: إذ قالت الملائكة إن الله يبشرك بكلمة منه، أي بولد يكون وجوده بكلمة من الله، أي يقول له كن فيكون. وهذا تفسير قوله عز وجل أي عن يحيى مصدقا بكلمة من الله كما ذكره الجمهور على ما سبق بيانه. عيسى كلمة الله، فرق أساسي بين المسلمين وبين النصارى مع الاتفاق في اللفظ، يعني النصارى بيقولوا على عيسى الكلمة، يقولوا أخنوم الكلمة، والمسلمون يقولون عيسى كلمة الله. عيسى كلمة الله أي كان بكلمة من الله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أما النصارى فيقولون أقنوم الكلمة من جوهر الآب مساو له في الجوهر، إله من إله، نور من نور، تجسد وولد من مريم العذراء في عهد بيلاطس الروماني وصلب في عهد بيلاطس الروماني من أجلنا، صلب في عهد الإمبراطور الروماني بيقولوا اسمه بيلاطس من أجلنا. هذا الاعتقاد الفاسد يعني لوثوا في كلامهم بأن القرآن قد ذكر أن عيسى كلمة الله. نقول: هل لما قال الله عز وجل فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، ما هو المقصود برحمة الله؟ المطر. هل كانت الصفة هي التي نزلت من السماء، أم أن هذه الصفة كانت سببا في نزول المطر فسمي المطر رحمة؟ فكذلك كان عيسى بالكلمة فسمي عيسى كلمة. طب جبتوا الكلام ده منين؟ قلنا من نص القرآن: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يبقى احنا عندنا طريقة أهل الإيمان أن كلمة فيها اشتباه، تحتمل أن تكون بمعنى الصفة كلمة أن عيسى كلمة الله، هذه الجملة
تحتمل أن يكون عيسى هو الصفة، وتحتمل أن يكون عيسى مخلوق بكلمة. من أين نعرف نرد المتشابه إلى المحكم؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ثم أن عيسى مخلوق بعد أن لم يكن أمر اتفق عليه كل العالم، من آمن به ومن كفر. إن عيسى عليه الصلاة والسلام ما كانش موجود وبعدين إيه؟ اتوجد. إذن هو إيه؟ مخلوق بلا شك. هما بيزعموا أن الصفة مش هما طبعا ما بيقولوش الصفة، لأن هما بيثبتوا صفات عديدة، هما بيثبتوا صفات متعددة. ولكن هيقولوا ايه في ثلاثة؟ ما تجيش ما تجيش ما ينفعش يقولوا ثلاث صفات فقط. فعلشان كده قالوا حكاية الأقنوم دي. الأقنوم أشبه حاجة عشان نفهم هم بيقولوا ايه، كأن الإله له ثلاث شخصيات بيظهر بيهم أو بيتعامل بيهم، الأب والابن والروح القدس. بس نص الاعتقاد بتاعهم اللي هو القانون المتفق عليه في كل الطوائف اللي هو مجمع نيقية بيقول فيه إله من إله. إزاي تبقى شخصية بس؟ هو في إيه؟ استغفر الله. إزاي تبقى أحد الشخصيات وأنت بتقول إله من إله؟ المفروض إله من إله دول يبقوا اتنين قطعا. ولو قلت بعد كده في الروح القدس الاله المحيي المنبثق من الاب، يبقى انت حددت ده صفات ده غير صفات ده. ازاي ده يبقى منبثق من الاب ويكونوا هم حاجه واحده؟ انت في والد ومولود منه، ومولود مولود من ابيه، في اب وابن مولود، وبتقول ان الروح القدس منبثق من الاب، يبقى يستحيل يتفق كلامك على بعضه. انت بتحدد ثلاث آلهة، وليس اصلح ان تزعم انه اله واحد في النهاية، لان انت بتقول اله واحد ليس الا لكي توافق نصوص التوراة والانجيل الكثيرة جدا في وحدانية الله ونص كلام المسيح صلى الله عليه وسلم. النصوص تقطع عندهم باستحالة أن يكونوا شخصيات لذات واحدة. ليه؟ لأن هم بيسألوا المسيح عليه الصلاة والسلام يقولوا أيها المعلم الصالح، فقال لماذا تدعونني صالحا؟ ليس من أحد صالح إلا واحد وهو الله. يبقى لو كان هو الله يبقى ينفع يكون الجواب كده؟ لماذا تدعونني صالحا؟ ليس من أحد صالح إلا واحد وهو الله. هي الصالح هنا دي متحرفة غالبا، هي معنى الكمال، وإلا فالصالح العباد صالحون ومن الصالحين، لكن أنا بتكلم على تحريف الترجمة وصل لذلك. أيضا سألوا المسيح عن وقت قيام الساعة، فقال أما وقت قيام الساعة فلا يعلمها أحد، ولا الملائكة الذين في السماء، ولا الابن، لا يعلمها إلا الله. لا يعلمها إلا الأب بعدهم طبعا، يعني بيقولوا الأب اللي هو في الحقيقة اللي أي واحد يقرأ اعتقادهم يقول هما بيتكلموا على خالق السماوات والارض، لان بيقولوا اقنوم الاب خالق ما يرى وما لا يرى، ضابط الكل، مدبر. يعني الفاظ طبعا مش غريب ولا حاجه، بس هي معانينا لما تيجي تدور عليها هتلاقيها تتوافق مع عقيده اهل الاسلام ان الله خالق كل شيء وخالق
ومدبر الكل، مدبر كل ما في السماوات وما في الأرض. فعشان كده لما بيقولوا الأب ما بيخطرش على بال حد إلا إيه؟ إلا الإله الخالق سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل. الغرض طبعا الكلمة دي برضو عملت شبهة زي ما عملت عند النصارى، لأنهم لم يردوا المتشابه إلى المحكم فيتسخ الكتاب كله. كذلك المعتزلة قالوا المسلمون مجمعون على أن المسيح مخلوق، والله قد سمى المسيح كلمة، إذن فكلام الله مخلوق، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هذا الاستدلال من المعتزلة ومن وافقهم ليستدل به على أن القرآن مخلوق وعلى أن الكلام مخلوق، وليس كذلك. فالله سبحانه وتعالى زي ما قلنا معنى أن عيسى كلمة الله كان بكلمة من الله، ليس عيسى هو كن ولكن كان عيسى بكن، وهذا جائز في اللغة. فالمحكم دائما من القرآن يبين المتشابه، فليس عيسى هو الصفة الإلهية لكن عيسى مخلوق بكلمة من الله عز وجل. فقد يقال فلماذا سمي عيسى كلمة إذ كان بكن، وكل أمر الله عز وجل وكل خلق الله يكون به بكن، إنما أمره إذا أراد شيئا. نقول لما كان خلق عيسى مختلفا عن خلق باقي البشر، والكلمة التي خلق بها تختلف عن باقي الكلمات، فشرف ونسب إلى الله إلى أنه كلمة الله لأنه كان بكلمة خاصة من الله عز وجل لكي يكون بهذه الصفة بلا أب. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وتختلف العقيدة لابد أن نعلمها. روح منه البعض بيفتكر أن روح منه يعني جزء من الله، أن روح منه يعني حتة من روح ربنا نزلت وبقت هي المسيح، هم ده اعتقاد النصارى بالضبط. وبعضهم بيقول ما بقتش هي المسيح لكن حلت في الجسد اللي هو النسوت، فبقى الاتنين على بعض بقوا ايه؟ بقوا هذا الاقنوم. طب المسلمين بيعتقدوا ايه في كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ روح منه يعني روح من عنده، كما قال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. لما الخلق أمر الله أن يخلقوا فهذا من وما بكم من نعمة فمن الله، فخص عيسى بأنه من عند الله لكي يعرف منزلته العظيمة تشريفا له وتكريما. روح منه يعني روح من عنده سبحانه وتعالى، روح علوية لها شأن خاص عن باقي الناس في الرفعة والمنزلة والجاه والقرب من الله عز وجل.
إذا فهمنا روح منهم. ورد في الحديث الصحيح في حديث الشفاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس في استشفاعهم بالأنبياء: فيأتون عيسى فيقولون: أنت عيسى روح الله وكلمته، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا الحديث. هنا بقى سماء قال روح الله، أنت عيسى روح الله. شبهة أيضا في ذلك، لكن كل ده لما نرد إلى المحكم يتسق. هذه الإضافة موجود مثلها في آدم، قال عز وجل: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وبإجماع المسلمين واليهود والنصارى أن روح آدم إيه؟ مخلوقة. وأن أرواح بني آدم، طبعا في بعض الزنادقة والكفار من هذه الفرق بمن فيها بعض الفلاسفة المنتسبين للإسلام بيقولوا أن الروح ليست مخلوقة، اللي يقول كده يبقى كافر. روح الإنسان مخلوقة، الإنسان مخلوق جسدا وروحا. وإنما ونفخت فيه من روحي نسب الروح إلى الله تشريفا وتكريما، كما قال عز وجل: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. هذه الإضافة أيضا إضافة تشريف، روح مكرمة مخلوقة منسوبة إلى الله تشريفا وتكريما، كما قال عز وجل عن صالح: هذه ناقة الله لكم آية. نسبت إلى الله لماذا؟ ربنا يتخذ نوقا يعني مثل الناس يعني تكون عنده كذلك مثلا، نسبت هي بإجماع المسلمين ناقة مخلوقة نسبت إلى الله تشريفا وتكريما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. العباد دول كل الخلق عباد، لكن دول نسبوا إلى الرحمن تشريفا وتكريما. وهكذا في كل الإضافات التي هي أعيان مخلوقة، كل مضاف مخلوق إما يكون على سبيل الملكية وإما على سبيل التشريف، وهو يعرف من السياق، كما قال عز وجل: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله. يبقى سماها أرض الله لأنها إيه؟ مملوكة لله. وناقة الله دون باقي النوق، كل النوق مملوكة لله، هو الذي خلقها وأوجدها، لكن دي ناقة مشرفة مكرمة لأنها ذات شأن عجيب، خرجت من بطن الجبل ولم تنزل من بطن ناقة. ولذلك زي ما قلنا ان مصدقا بكلمة من الله اسمه المسيح. هو لو كان عيسى هو ذات الكلمة كان يبقى الكلام اسمها المسيح، صح كده؟ ولكن هو يبشرها بمولود منها يكون بكلمة من الله اسمه المسيح. فالآيات متضمنة لأدلة التفسير الصحيح لمن تدبر فيها وتفكر، لأن الله لم يقل بكلمة منه اسمها المسيح، في المواطن كلها قال اسمه، لأن المعنى يبشرك بمولود رجل منك يكون بكلمة من الله اسمه المسيح عيسى بن مريم. يقول: أن يكون، قال ابن كثير: أن يكون مشهورا بهذا في الدنيا يعرفه المؤمنون بذلك
وسمي المسيح. قال بعض السلف لكثرة سياحته، يبقى مسيح أصلها سياحة، فبيقولوا مسيح يسيح في الأرض. وقيل لأنه كان مسيح القدمين لا إخمص لهما، يعني خدمه مستوية زي الفلات فوت يعني، وهذا لا دليل عليه. هي هنا بقى بس المصدر هيبقى ماسحة مش سياحة. وقيل لأنه كان إذا ماسح أحدا من ذوي العاهات برئ بإذن الله، وهذا أقرب لأنه مذكور في القرآن، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وقيل مسح بالبركة لأن الله قال عنه عن نفسه، يعني المسيح يقول عن نفسه وجعلني مباركا أينما كنت، فهو ممسوح بالبركة. أحسنها عندي أنه كان إذا مسح أحدا أو كان يكثر مسح ذوي العاهات فيبرؤون. وقوله عيسى بن مريم نسبه إلى أمه حيث لا أب له. هو في نظائر في الخلق من ذلك، في البشر ما فيش، لكن ربنا جعل في بعض مخلوقاته كائنات تتكون من بويضة الأم فقط، في النمل والنحل الذكور يتكونون من بويضة غير ملقحة، عدد الكروموزومات في الملكة وفي الشغالة واحد، عدد الكروموزومات في الذكور النصف، لأن هي الملكة بتضع الماء بتاع الذكور في يعني كيس في فرجه، او في مش فرج يعني، في موضع الايه، في موضع التلقيح، وبعد كده تضعها تروح جايه وضع بعضها بدون البويضه بدون الماء الذكري، ودي تنشا ذكورة. عشان كده نص الكروموزومات، وتضع بعضها مع الماء الذكري مع بويضة من عندها، فبتبقى تتحط في غذاء ملكات في مسدسات مختلفة، ثم تتغذى تغذية مختلفة تطلع ملكات، واحدة منهم تموت الباقي والباقي يبقوا شغالة. فسبحان الله يخلق ما يشاء. انتوا اكتشفتوا هذا الموضوع في العصر الحديث، ولما قعدتم تحللوا الخلايا وتطلعوا كروموزومات وعرفتم ان ذكر النحل والنمل زيه بيكون من بويضة بلا ايه، بلا ماء ذكري، بلا النصف الثاني، فليس بعيدا على الله عز وجل أن يخلق ما يشاء كيف شاء. ولذلك هذا الأمر الاحتجاج به على أنه طالما لم يعرف له أب فلا بد أن يكون أبوه هو الله من أعجب ما يكون. اليهود ردوا عليهم بأقبح رد، إن طالما إنه ملوش أب معروف يبقى ده ابن إيه، ابن زنا، نعوذ بالله، وهذا كفر، والأولى كفر. الإسلام فقط أن نقول عيسى ابن مريم تكون منها دون ماء ذكر، دون نطفة ذكرية، وهذا في قدرة الله يسير، وهذا عند الله عز وجل هو عليه قدير.
وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. قال ابن كثير أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما يوحيه الله إليه من الشريعة وينزله عليه من الكتاب وغير ذلك مما منحه الله به. وفي الدار الآخرة يشفع عند الله في من يأذن له فيه، زي الشفاعة على الصراط، فإنها خاصة بالرسل، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. ويشفع في عصاة الموحدين، فإنه يعني إذا المؤمنون يشفعون ويشفع ما قبلهم الملائكة والنبيون، كما في الحديث المتفق على صحته يقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار يخرجهم منها ويدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. وأعظم جاه للمسيح صلى الله عليه وسلم كما كان رسولا في الأول، في أول ظهور له في الأرض، أعظم ذلك عندما ينزل في النزول في الظهور الثاني، ينزل إلى الأرض فيقتل المسيح الدجال ويعلي كلمة الإسلام في الأرض كلها. هو الذي ينشر دين الله الذي ظلت الأرض عبر الزمان تشهد صراعا غالبا ما يكثر فيه الكفار، يكون الكفار هم الأكثر، إلا زمن عيسى صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقبل أي ملة إلا ملة الإسلام. يبطل الله كل الملل في حياة عيسى صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد. قال نقول أيضا، وعيسى صلى الله عليه وسلم له فضل على البشرية كلها، لأنه هو الذي يدل البشر على النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الشفاعة. يبقى كل الرسل بيجتهدوا ويقع اجتهادهم خطأ لكي يظهر الله فضل محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي دل على محمد؟ عيسى صلى الله عليه وسلم. من الذي يدل عليه يوم القيامة؟ يقول المسيح لست بصاحب ذاك، اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، بعد ما ذهبوا إلى جميع أولي العزم من الرسل، وهو قد دل عليه في الدنيا ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. والبشارات في الأغلب لا يكون فيها التصريح بالاسم، إلا أن المسيح صرح بالاسم فقال اسمه أحمد. والعجيب أن مع كل التبديل في الإنجيل والحذف والإضافة، إلا أن الإنجيل باللغة اللاتينية متضمن إلى لكلمة إني إذا لم أذهب لم يأتكم الباركوليط، أو إني إذا ذهبت أتاكم الباركوليط. باركوليط دي في اللغة اللاتينية معناها، هم بيسموها المعزي، كلمة ملاش معنى، لكن معناها باللغة اللاتينية كثير الحمد. كثير الحمد اللي هو إيه؟ أحمد. هذا الاسم الذي ذكر في القرآن باسم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أيضا في الإنجيل
لكن تحريف الترجمة أبطل هذه البشارة، فظلوا بسبب بعدهم عن الحق وعدم قبولهم له. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.